صباح صباح الخير الخير يا عمر، كريم، الأخبار عامل ايه؟ الحمد لله. عملت ايه في الامتحان؟ كويس. كان سهل؟ طب تمام، شطور يا كريم. طيب قولي، احنا وصلنا لحد خلصنا ليسون 2 كله في كونسبت 2.2، خلصنا كله صح؟ والأسئلة كمان؟ ايه والأسئلة كمان؟ تانية؟ تمام يا كيم. طيب احنا في lesson 3 بقى نتكلم عن في activity 5 عن properties of matter، خواص المواد، الحاجات اللي بتميز الماتر. طيب خلينا نشوف اول سؤالين. الاول دول بيقول لي look at the following picture then put true or false. The material of paper is changed after is burning. هل المادة بتاعت الورقة دي اتغيرت بعد ما اتحرقت؟ صح. أكيد true. طب can you see the ash that produced from burned paper to form a new paper again? ash يعني رماد يا كريم. ليه غلط؟ عشان مش هنقدر نعمل to produce from the burning paper. بالظبط، لان احنا مش هنعرف نرجعه تاني، نخليه بيبر تاني، هو خلاص اتحرق فمش هيعرف يرجع تاني. احنا اخدنا ازاي بنعمل describing للماتر، من حيث مثلا measuring او من حيث اللينث او من حيث مثلا temperature الفوليوم، كل ده كنا بنقيسه. دلوقتي بقى هناخد ازاي نقدر نلاحظ المادة من حاجات تانية ونقيسها. فانا عندي نوعين من البروبرتيز يا كيمو. النوع الاولاني اسمه physical properties، اما النوع التاني اسمه chemical properties، وفي فرق بين الاثنين وركز فيهم كويس جدا لان هما مهمين. بص يا سيدي، قبل ما ندخل عليها هقول لك ان الphysical properties دي حاجات بتحصل انا ببقى شايفاها قدامي، بقدر الاحظها، وفي نفس الوقت مش بتغير قوي في المادة، يعني في تركيب المادة نفسه، في الاستراكشر بتاع المادة نفسها مش بيتغير. ممكن شكلها، ممكن الستيت بتاعتها بدل ما هي سوليد تبقى ليكويد، ممكن الاودر بتاعها، ريحتها، ممكن التكستشر بتاعها ناعمة خشنة وهكذا. كل دي تعتبر physical properties اقدر ان انا الاحظها. لكن الكيميكال بقى عكسها، الكيميكال دي بتبقى حاجة تانية. بتبقى حاجة تانية مش بقدر ان انا الاحظها قوي، او بلاحظها بس ان هي بتبقى غيرت في المادة نفسها، زي مثلا ال burning of paper دي. انا قدرت ارجع البيبر تاني؟ لا تمام، يبقى ما ينفعش. فبالتالي لازم ان انا ايه ده يبقى اسمه chemical properties، لكن عشان كده ما قدرتش ارجعه تاني زي ما كان. لكن الphysical properties عادي ممكن اغير فيها، ما فيش اي مشكلة. طيب الphysical properties زي ايه؟ زي ما احنا شايفين اهو، زي الكالر، الاودر،
الشيب، التكستشر، كل دي حاجات physical properties احنا نقدر نلاحظها زي ما قلت لك اهو. you can observe physical properties with your five senses، تقدر تلاحظها بالحواس بتاعتك سواء كان السايت او الـ او التاتش وهكذا. طيب تاني حاجة، you can use words such as rough، نقدر نستخدم الكلمات ديت، rough يعني خشن، blue أزرق، round مدور، sweet محلي، to describe the physical properties، الكلمات دي اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف بيها ال physical properties. طيب ال chemical properties دي بقى مالها؟ قال ال chemical properties دي بتاعت ال material can be observed and measured by changes to by changes that happens in the material. بقدر اقيسها او الاحظها بواسطة التغيرات اللي بتحصل في المادة. طب التغيرات دي حصلت امتى؟ لو المادة دي اتفاعلت مع حاجة تانية، عملت interact with other material. طب زي ايه برضو؟ زي ما قلت لك كده، زي ال ability to burn، القدرة على الاحتراق. انا شفت الورقة اتحرقت، عرفت ان كده حصل لها chemical properties، او ان الاحتراق ده نفسه عبارة عن خاصية فيزيائية. طب هل انا قدرت ارجع الورقة تاني؟ لا ما قدرتش. تمام يا كيمو؟ تمام. تاني يعني حاجة من ضمن برضو ال chemical properties the ability to rust، القدرة على الصدأ. الراست اللي هو الصدأ، اللي هو لما يتكون لي كده ريد كلر على ال على الايرون او على الايرون نيل. طب ده بيحصل نتيجة لإيه؟ ده بيحصل نتيجة ان الايرون ده عمل interact with water air. الايرون بلس الووتر بلس الاير مع بعض كده، هما التلاتة يبقوا مديني الرسم اللي هو بيبقى لونه ايه؟ ريد كلر. تمام. طيب نيجي بقى شوية نتكلم عن الفوليوم والماس. فأنا عندي هنا طبعا الفوليوم والماس دول من أهم البروبرتيز عندي. الفوليوم ده يعتبر هو ال space that matter takes up، هو المساحة اللي المادة بتاخدها، زي ما قلنا في أول ليسون خالص، إن أنا بشوف مثلا البوك ده واخد قد إيه من ال space، يبقى هو ده الفوليوم بتاعه. ال liquid ده واخد قد إيه من ال السبيس، فبرضه هو ده الفوليوم بتاعه، وهكذا. طيب يبقى الفوليوم it's the amount of space that keep that matter takes up، وده مهم جدا. طيب والماس، الماس هي measure of the amount of matter، شوف كمية المادة دي نفسها قد ايه، مش بشوف هي واخدة قد ايه من فراغ، لا انا بشوف كميتها هي نفسها قد ايه، وهي دي الماس بتاعتها. طب ايه الميجرنج يونتس ليهم؟ ودول برضو مهمين جدا لازم نحفظهم. الميجرنج يونتس للفوليوم عندي 3 لتر، ملي لتر، كيوبيك سنتيمتر. لتر، ملي لتر، كيوبيك سنتيمتر. طب اللتر، الواحد لتر اكبر ولا الملي لتر يا كيمو؟ الواحد لتر أكبر حاجة، الواحد. الملي برافو لتر أكبر من السنتيمتر. برافو. لا الملي لتر هو السنتيمتر، الكيوبيك سنتيمتر مش اكبر منه. تمام. تمام. يبقى ال 1 لتر equal 1000 ملي لتر، اللتر الواحد فيه 1000 ملي لتر. طب ال 1000 ملي لتر فيهم كام كيوبيك سنتيمتر؟ فيهم 1000 برضو لان هما متساويين. طب اللتر في كام كيوبيك سنتيمتر؟ هقول لي برضو 1000، 1000. تمام. تمام. طيب الماس عندي بتبقى ايه بقى؟ قال لي الماس عندي بتبقى the measuring units of
الميجرنج يونت اوف ماس بتبقى 2 جرام وكيلو جرام، مين فيهم اكبر يا كيمو؟ الكيلوغرام برافو. الكيلو جرام فيه كام جرام؟ ألف بالظبط، برافو عليك، فيه 1000 جرام. يبقى 1 كيلو جرام equal 1000 جرام. طيب مثال على الفوليوم زي البيج بوتل ديت، البيج بوتل اوف ووتر ديت فيها 1 لتر اور مور، ممكن يكون ازيد، بس المهم ان ده الفوليوم بتاعي، هي واخده كده من الفراغ 1 لتر. طيب البيبر كلابس الكتله بتاعته قد ايه؟ لو انا جربت اقيسها هلاقي البيبر كلابس ده الماس بتاعته 1 جرام. وفي الاغلب انا لو عندي حاجه 1 لتر بلاقي ان الماس بتاعتها 1 كيلو جرام، يعني دايما الحاجة اللي واخدة 1 لتر من السبيس بلاقي الماس بتاعتها 1 كيلو جرام برضو. تمام يا كيمو؟ تمام. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي ال temperature in the previous concept. ال temperature اللي احنا اخدناها قبل كده ان هي بتتقاس بايه؟ بتتقاس بقيسها بجهاز اسمه ايه؟ ترمومتر ترموميتر. برافو. في ال previous concept احنا عارفين طبعا ان الماتر دي مصنوعة من ايه يا كيمو؟ او جواها ان هي كومبوزد او كونتين تاني بارتي بارتيكل. طيب التاني بارتيكل ديت تبقى مالها بالظبط؟ قال لي التاني بارتيكل ديت بتكون بتتحرك في العادي لان هي in continuous motion اصلا. تمام. طبعا هما المفروض يكونوا زي بعض بس الدنيا مش ظابطة احسن حاجة، بس تمام. طيب ال دي البارتيكلز، واحنا عارفين ان البارتيكلز دي دايما بتتحرك صح؟ طب التمبريتشر دي برضو عبارة عن ايه؟ انا كده لسه مش عارفة. ماشي، انا عمالة اقول درجة حرارة درجة حرارة، برضو يعني ايه درجة حرارة؟ قال لي ان التمبريتشر دي او درجة الحرارة بتوريني هل البارتيكلز دي بتتحرك بسرعة كبيرة ولا قليلة. والله لو هي بتتحرك بسرعة كبيرة يبقى التمبريتشر هتكون عالية، لو البارتيكلز ديت بتتحرك بسرعة قليلة يبقى التمبريتشر برضو هتكون قليلة. تمام. تمام. طيب التمبريتشر كده ال definition بتاعها اهو مهم جدا برضو، ان هو the major قياس how quickly the particles in matter moving، بيقيسوا قد ايه سرعة الجزيئات اللي في المادة بتتحرك. طيب يبقى كل ما كانت quickly moving كده هتنتج لي heat energy اكتر، فبالتالي طبعا بتبقى slower than the moving بتنتج لي، قصدي سوري، بتنتج لي heat energy اكتر من ال slower moving object. والفوليوم والماس والتمبريتشر دي حاجات انا اقدر اقيسها، هتبقى physical ولا chemical properties يا كيمو؟ حاجة أقدر أقيسها لو ما اقدر اقيسها واقدر اشوفها يبقى ايه؟ فيزيكال فيزيكال. برافو. طب يلا حل دول كده. تحل على الشاشة. تمام. يلا بينا. The ability of matter to burn and rest are considered from chemical properties of matter, صح؟ تمام.
is the measuring unit of volume or liters, milliliters, and cube centimeters. صح. تمام. Quickly moving battery produce less heat energy than slow moving particles. غلط. طيب اوكي، برافو. تمام يا كيمو، برافو عليك. طيب احنا عندنا في الجزء التاني من الليسون ده بيتكلم عن شوية حاجات كده بقدر برضو ان انا الاحظها او ان انا اقيسها. هنتكلم في الاكتيفيتي ده عن measuring properties، واحنا already واخدين properties of matter and how to describe and measure it، ازاي بنقدر نقيسها. طيب احنا عندنا الاول ادوات، بيسن، حوض يكون فيه ميه containing water، وماجنت مغناطيس، وبالانس، بالانس اللي هو ميزان، وستون، وايرون نيل، وبيس اوف وود، وبيس اوف كورك. كورك يعني فيلم. فانا في الاول هعمل ايه؟ بص يا كيم، انا هجيب الماجنت واقربه من المواد، كل المواد اللي عندي اللي فوق ديت، واشوف انهي مواد هيحصل لها attracted to the magnet. تاني حاجة هعملها ان انا هقيس measure the mass of each substance by using balance، هقيس كل الخواص او كل الماسز بتاعت كل substances اللي عندي. تالت حاجة برضو هعملها عشان أقيس أو ألاحظ حاجات في المادة، إن أنا هحط كل المواد ديت جوه المية، جوه البيسن اللي هو containing water، وهشوف مين فيهم هيحصل له floating، مين فيهم هيطلع فوق المية كده زي ما أنت شايف، ومين فيهم هيغوص تحت المية. طيب فخليني كده أسألك سؤال على المواد اللي فوق ديت. خلينا نبص هنا على المواد اللي فوق، الستون والايرونيل والبيس اوف وود والبيس اوف كورك. عندنا فور ماتيريالز. طيب تفتكر مين في دول اول حاجة، هو تفتكر مين في دول هيحصل له attract to the magnet؟ المسمار. برافو، الايرونيل. حاجة كمان ولا خلاص كده؟ لا هو بس أول بس المسمار، لكن الباقي مش هيتأثر بيه. طب تاني حاجة، لما قست مثلا الماس of each substance، هو قال لي ان الماس طلع الستون 50 جرام، الايرون نيل 30، البيس اوف وود 100، البيس اوف كول 20. طيب تالت حاجة المفروض اعملها ان انا حطيت كل المواد في البيسن اللي هو فيه المية. طب تفتكر مين من المواد دي، الكورك والوود وال والايرون المسمار والطوبة والستون، مين هيحصل له فلوت ومين هيحصل له سنك؟ اللي هيحصل له فلوت اللي هو هياخد ايوه فلوت، لا يعني هيطلع لفوق، سنك يعني هيغرق. هيبقى المكعب والبتاعة التانية مدورة دي. يبقى الوود والكورك، كورك يعني فل، يبقى الوود والكورك هيحصل لهم فلوت، هيطلعوا لفوق كده، اسمها يطفو. طيب من تحت ايه اللي نزل؟ المسمار والطوب. تمام، الايرون نيل والستون، الحجر والمسمار. طيب برافو عليك يا كيم. احنا بقى ناخد ده حصل ليه. اولا انا عندي في مواد بيحصل لها اتراكت تو ذا ماجنت، ومواد تانية مش بيحصل لها اتراكت، ده عادي جدا. عندي كمان مواد بيحصل لها فلوت ومواد بيحصل لها سنك، بس مش شرط الفلوت والسنك ده يكون معتمد على الماس، صح؟ لان انا زي ما انا شايفه هنا كده، الوود الماس بتاعته كانت 100 والايرون نيل كانت 30، رغم كده الايرون نيل هو اللي حصل له سنك وغرق. يعني مش شرط ان حاجه عشان تقيله فهي اللي تغرق، لا مش شرط. زي ما انت شايف الايرون نيل كانت الماس بتاعته 30،
والبيس اوف وود كانت 100. بس برغم كده الايرو نيل هو اللي حصل له سينك، لكن البيس اوف وود هو اللي حصل له فلوت. طيب هقول لك بعد كده الفلوتنج والسينكينج ده معتمد على ايه. طيب تفتكر كده ما بنحط قطعة ايس في الووتر بتغرق بتغرق ولا بتطفو فوق؟ بتغرق تأكد وما جربتش تحط تلج في بيبسي قبل كده ولا ايه؟ لا مجرد طيب هو عامة التلج بيحصل له float on water surface، جربها كده وقولي. التلج لو حطيت ايس كيوبس في الووتر هتلاقيها طلعت لفوق ما نزلتش لتحت. بعد لما تسيح لما بقى تسيح خلاص هي هتبقى منها فيها اصلا already. تمام. تمام طيب انا عندي هنا بيقول لي دايما الايس از لايتر ذان ووتر، بيبقى اخف منه شويه، مش مساله في الماس بس اخف منه. حاجه ناخدها اسمها دنستي، المهم ان هو اخف منه، فبالتالي اي حاجه بيبقى عندها دنستي اقل من الووتر، وهشرحها لك دي بعد شويه عشان بس ما اخطكش بيها دلوقتي، بيحصل لها فلوتس اون ووتر سيرفيس. ليه؟ هنا مثلا الاوبزيت فيجر ده فيه 3 ايس كيوبس، فيه 3 مكعبات تلج وليهم ديفرنت ماسز، واحد 10 جرام، واحد 15، واحد 20 جرام. all ايس كيوبس رغم ان كلهم واحد خفيف واحد كبير واحد كبير خالص، كلهم بيحصل لهم float on water surface، يعني مش شرط ان هو مثلا الوزن مش بيأثر، لكن حاجة تانية هي اللي بتأثر، اللي هي ايه؟ ان الايس از لايتر than water، اخف من المية عامة، مش مسألة الماس بتاعته ايه. تمام. تمام طيب هل الشكل اللي بيأثر على الماس؟ هل لا الشكل مش بيأثر على الماس؟ ليه؟ لأن أنا لو مسكت زي ألمونيوم فويل اللي موجودة عندك في الصورة ده وقست الماس بتاعته، هلاقي مثلا 2 جرام أو 2.2 مثلا. طيب لو أنا مسكت الورقة كرمشتها ورحت حطها تاني أو حتى طبقتها، هل الماس بتاعتها هتتغير؟ لا لا مش هتتغير، يبقى الماس بتفضل زي ما هي. طيب ال size of material، حجم الماتيريال نفسها بيأثر ولا مش بيأثر؟ يعني أنا لو عندي تفاحة وقسمتها نصين وحطيت نص واحد على الميزان، هل كده الميزان أو الماس هتتأثر؟ هتتأثر طبعا، يبقى السايز بيأثر على الماس. بتكون طبعا لو أنا قللت السايز كده الماس عندي بتقل، لو زودت السايز الماس عندي بتزيد. فطبعا اللي بيأثر السايز، مش الشيب خالص. تمام يا كيمو؟ تمام في حاجة صعبة؟ لا طيب اوكي يلا حل دول كده. all substances are affected to man substance صح اوكي ويت يا كيمو، هو بيقول لك كل المواد بتنجذب للمغناطيس كلها attract to the magnet. لا لا امال ايه؟ changed the shape of matter doesn't affect its mass غلط loading and changing of a substance doesn't depend on its mass
يعني بيقول لك الفلوتينج والسينكينج، ان الحاجه تغوص او تطفو على الميه او تطفو على اي حاجه، يعني ده مش معتمد على الماس بتاعتها. صح. برو تمام يا كيم. طيب نيجي عند اكتيفيتي 7، بيتكلم عن الميجرينج ماتر. طبعا احنا اخدنا حاجات كتير عن الميجرمنت، وان انا اعمل كومبير بتوين الماتيريال على حسب البروبرتيز وكل ده. طيب في الاكتيفيتي ده we will apply what you have learned about measuring matter، هنطبق اللي احنا اتعلمناه عن قياسات المادة. فانا قدامي مثلا 3 materials، material 1 و 2 و 3، عايزه الاحظ الداتا بتاعتهم واعمل كومبير ما بينهم. فمثلا قول لي كده الماس بتاعت مين فيهم، ماتيريال 1 ولا 2 ولا 3، اكبر عندها larger او biggest mass. ايه مين في الماتيريالز ديت؟ انا عندي 3 ماتيريالز 1 و 2 و 3، مين في الماتيريالز دول عندهم ماتر اكبر حاجة يعني، او ماس اكبر ماس عندهم؟ ماتيريال 1 ماتيريال 1. برافو. طب هل شرط ان ماتيريال 1 طب ما هي اكبر ماس تكون عندها اكبر فوليوم؟ شوف لي كده هل هي اللي عندها اكبر فوليوم فعلا. لا برافو. يبقى مش شرط ان هي طالما عندها the biggest mass يكون عندها the biggest volume. طيب فاليوم مين اللي عنده biggest volume بقى؟ الماتيريال تو material 2. برافو. طيب وبرضه ما عندهاش biggest mass طبعا، نفس الفكرة. طيب ماتيريال مين الماتيريال اللي عندها لينس اكبر حاجة يا كيم؟ ماتريال تو ماتيريال 2. برافو عليك. تمام كلهم ماتيريال 1 37، 2 55، 3 23. فبالتالي هيبقى طبعا ماتيريال 2 هي الاكبر لينس فيهم. طيب طبعا عندي هنا فور اكزامبل although an inflated balloon، عندي بالونة كده take large place from then that one of iron ball، واخدة حجم أكبر، ورغم يعني إن البالونة اللي هي مليانة ديت واخدة حجم أكبر من كرة حديد، ولكن أنا لو جيت قست الماس بتاعت كل واحدة فيهم هلاقي مين أكبر؟ الايرون بول الحديد. بالظبط الايرون بول. فبالتالي الماس مش لازم تكون عشان هي كبيرة يكون الفوليوم كبير، ولا لازم يكون العكس، لا عادي مش شرط قوي يعني. تمام تمام يا كيم. طيب حل كده دول. قول ما تري قول ماتيريال which have with masses must have large volume غلط تمام if two different materials have the same volume so they must have the same mass غلط تمام برافو. تمام يا كيم. طيب خد بيج 184 هوم ورك وكمل معاها لحد 15، يعني كمل أول question كله.
حل برضه الصح والغلط صح؟ طب ويت كده خلاص تمام. خد اول 2 بيجز لحد 185 وتعالى حللي كده الكومبليت ده، قصدي ال scientific term as a quiz. انا مش هقولك اجاباتك صح ولا غلط غير في الاخر، تمام؟ يلا بينا. لو فيديو 186 اوكي ثانية واحدة هقولك 186. لو روبرتس وما تروتش كان over was observed by using your 5 senses chemical mask اللي بنقدر نلاحظها بعينينا بتبقى كيميكال. إيه، لا فيزيكال فيزيكال ماشي the probability of matter can always and measure it by the change that happens when the material interacts with other material interact with other material. الكيميكال تمام if is the amount of space that matter takes up volume it is a measure of the amount of matter length مش عارفة انت ايه رأيك. اللي هو بيقيس ايه بيقولك بيقيس كمية المادة نفسها، amount of matter. الماس تمام it is a measure to of how quickly the particles in matter are moving temperature تمام يا كيمو، برافو عليك. اوكي تمام كلهم صح، برافو عليك، شطور يا كيمو. بص احل الكمبيوتر لا خلي الكومبليت دلوقتي، تعال نحل جبريزو. Rusting of iron is considered a chemical property of matter. ليه الراستنج بعتبره chemical property؟ الرستنج الصدأ، الصدأ بتاع الحديد ده. because when you هو الرستنج ده جاني من ايه يا كيمو؟ الرستنج ده جه من ايه اصلا؟ من الووتر والاير ايوه والايرون. والاير طيب يبقى هو كده النتاج لي، يبقى اكتب because it produced when iron interact، لازم اقول له interact with water and air and produced، ونتج لي كده ايه؟ مادة جديدة، a new matter. نعم يا كيم. ال H بتاعت ويز ايه؟ ال H بتاعت ويز ال H بتاعت with water interact with اوكي with، تمام تمام يا كيم. and ايه
كتبت. تمام. طيب نمبر 2، when the particles of matter moves quickly its temperature increase. عشان نعرف البارتيكلز بسرعة قد ايه، بيشفر ولا لا؟ تو ازاي نعرف؟ ازاي بالانجليزي كلمة نعرف؟ ازاي ايه بالانجليزي كلمة نعرف نعرف to know؟ تو نو او but particles move quickly or slow by temperature. تمام، يبقى عشان انت قصدك يعني عشان تقول ان ال temperature already، هي ان انا اعرف how quickly the particles move. صح. اوكي، because temperature is measuring how quickly تمام. طيب what happens to piece of paper if interacts with fire؟ اللي هيحصل لقطعة من الورقة لو هي اتفاعلت مع الفاير؟ The mass and volume will change. إيه؟ لا، مش الماس والفوليوم، احنا بس عايزين نذكر البيبر نفسه يحصل له ايه. It will burning and turn into، يعني ايه رماد بقى لسه قايلها لك، هتتحول أش لرماد. أش ايش بالظبط؟ and turn into ash، وده طبعا يعتبر chemical property. تمام. طيب the temperature of matter if the speed of its particles decreases. The temperature of the temperature of matter will decrease. Will مش هيبقى درجة الحرارة هتبقى ايوه، ايه اللي هيحصل لدرجة الحرارة لو الحركة نفسها ال speed decrease؟ درجة الحرارة هتقل. بالظبط، the temperature will decrease برضو. تمام يا كيم. طيب في أي حاجة صعبة في الليسون ده؟ لا اوكي، ان شاء الله المرة الجاية ناخد الليسون الأخير ونحل معاه كام حاجة كده من اللي احنا، قصدي ليسون 4 تقريبا، هو ده آخر واحد في الكونسبت ده، وهنحل معاه بقى من الأسئلة اللي احنا سايبينها دي. اوكي بس تمام. ان احنا خدنا النهارده طويل بس ده هو طويل شوية عن باقي الدروس، بس فعلا يعني سهل وكله كلام كده متكرر، يعني يعتبر هتلاقي بقى في كونسبت 3، هتلاقي معظم اللي احنا خدناه في كونسبت 1 و 2 بيتعادوا تاني مع كام معلومة بس صغيرين، يعني مش هنتعب فيه خالص. تمام. تمام يا كيم، محتاج أي حاجة؟ شكرا. يلا، جود باي. باي.